سيداتي سادتي، مرحبا بكم من جديد في قناتكم عفائل. معكم طارق كما جرت العادة باش نقوموا بالاكتشاف ديال عقار جديد. ولكن هذه النوبة ديال العقار اللي عندي هو عبارة عن دوبلكس، ودوبلكس من النوع الكبير ومن النوع المطلوب. فيه بزاف ديال الحوايج اللي هما زوينين غادي نكتشفوها كاملين. من قبل ما غادي ندوز نوصف هذا العقار ونشرحو دقة دقة، كنبغي نقول لكم شكرا على التواصل، شكرا ديالكم على الوفاء للقناة ديال عفائل، وكنتمنى يكونوا كيعجبكم العروض العقاريه. ما تنساونيش بالضغط على زر ديال الاعجاب وكذلك الاشتراك. اذا سيداتي سادتي، غادي يبدا العرض ديال هذا الدوبلكس. اذا اجيو معايا نكتشفوه. اذا اجيو نكتشفوا الفصاله ديالو، نعرفوا منين كيتكون وفين كيتواجد هذا العقار. اذا سيدي، فاش كندخلوا لهذا العقار هذا، اول حاجه اللي كنشوفوها هي المدخل ديال العماره، هو هذا. عندنا هنايا جوج ديال لي دوبلكس، عندنا واحد على يدينا ديال لسر اللي هي هذا، هو هذا النوع، وعندنا هذا. غادي نقوم اليوم بالوصف ديال هذا. كاين هنا كاين لاسانسير، ها هو كما كتشوفوا معايا، وكاين مرآب ديال السيارات. اذا هذا الدوبلكس هذا ديال اليوم فيه شي حوايج، فيه ملك مشترك اللي هو المرآب، كذلك عندنا لاسانسير ديالو، وكاين السطح، وكاين الواجهه ديال العمارة. اذا وحنا داخلين لهاد الشقه هذه، شنو تلقاو؟ تلقاو باب بلاندي، باب صحيحه لذاك البيبان المقاومه للكسر كما كتشاهدوا معايا. فيهم ثلاثه ديال السرور بحال هكذا، فيها وحده كتسد من هنا، وحده من هنا، وحده اخرى من هنا. احسن فصاله والفصاله المفضله الا وهي صالون والسيجور، مفروقين بالمربى في الوسط. كتشوفوا معايا صالون في قلب ديال السيجور من هنايا، ومفروقين بالمربى هو هذا. لي بلافون هما هادو، لي فو بلافون هادو، لي فو بلافون. شنو كنعني بالفو بلافون؟ هي هادشي راه بالقبس مصايب، وهاد لفه هادي اللي كاين هنايا راه افي ديال الخشب، مصبوغين على حقهم وطريقهم بعناية، ودايرين بحال اللي جا فيها الخشب. بالنسبة للصبغة كلها، صبغات هاد لا ريسبسيون كلها تصبغات بالصبغة ديال الديكور اللي كتكون فيها داك الأمواج، كل واحد باش كيصبغها، خيال ولا بلاتينيا ولا زيت. وكما كتشوفوا عندي هنا قسمات، هنا راه دايرين سيجور بحال دابا. هاد القسمه هادي كما كتشاهدوا، شوف واش كتبان، هي هادي داروا واحد القسمه هنا، داروا هذاك بحال سيجور، وهاد الكوان هذا داروه ريسبسيون. هنا جاوا عاوتاني فرقوها، وفرقوها كذلك هنايا، كلها مفروقه صالونات وسيجورات كبار. هنا تنهضروا في المساحه تقريبا ديال 86 في الطبق الارضي، و86 عندنا في الطبق الاول ولا الطبق الفوقاني. المساحه اللي تنهضروا اجماليا تكون واصله 180 او 176 متر مربع. واخا اجيو دابا نمشيو نكملوا الجوله ديالنا، نكتشفوا شنو كاين في هذا الباب مور هذا الباب. عندي هنايا كاين عندنا لاكور، هنا البلاصة ديال النشر ديال الحوايج، بلاصة فين دير الماشينة لافي القادوس. ونزيدكم هذه راها عمارة اللي فيها أربعة ديال الطوابق، عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة ديال الطوابق اللي كاينين هنا. كنتواجد بكم اليوم أعزائي المشاهدين في مدينة مكناس، ومرحبا بالناس اللي كيشاهدوني من جميع المدن المغربية. كنقول لكم مرحبا وشكرا على المساندة والوفاء. كنقول لكم كنوعدكم بالعروض العقارية اللي كتكون متميزة إن شاء الله في هذا الصيف، نتمنى تستمتعوا معايا. تن غادي نكمل الجوله، كنقول لكم مرحبا بكم، تفضلوا تشوفوا شنو كاين هنا. عندي هنا سيدي مطبخ، شوفوا المطبخ كي داير، راه ماشي غير هادشي اللي كاين، ماشي غير هاد الطرف، ها هو الكماله ديال المطبخ. مطبخ عصري كبير، عندك فيه البلاصه فين دير جميع الاجهزه. بلاصه مثلا نقدروا نبداو بالشوفو، كاين هنا ديال لاوط، كاين لهي ديال لابلاك هنا، لا ماشينه لافي لهي، ولهي كوان سيجور. ولا ممكن في هاد البلاصه هادي مثلا لا ترمينا، ممكن يزيد الانسان بلا كويزين اون كاستخابل بحال هذا الشكل هذا، ممكن يزيد يدير الثلاجه ديالو من الحجم الكبير ديال دو بورت، ويزيد هنا اون كولون. شنو كنعني بكولون؟ كنعني بها هي داك الطرف ديال الطرف اللي كيكون كبير هابط بلاكارات، وكدير فيه البلاصه ديال الشوفو ديال البلاصه عفوا ديال الفران ديال الميكرو اوند. هنا راه داروا لاستراسيون ديال التلفازه. بالنسبه للعقار ديال اليوم، كما قلت في مدينه مكناس، المساحه اللي هي كبيره 86 عندنا في التحت، و86 عندنا الفوق. عندنا فيه ثلاثه ديال الغرف. بالنسبه للثمن ديالو غادي نقولوا دابا في الاول، الثمن كنهضروا هنا على 86 مليون 860 الف درهم، ولا ربما يكون هناك نقاش.
كما قلت لكم ما كتديش فقط هذا العقار، مي كتدي معاه الحق ديالك في استغلال الملك المشترك، الا وهو لاسانسور، باركينغ، الواجهه ديال العماره، نزيدكم السطح، وزيد اي حاجه كتكون خارج برا على هذا العقار راه كتكون ملك مشترك. هنا عندنا الطواليت والدوش ديال الريسبسيون اللي تابعين، فيها فاسك، فيها طواليت وفيها الدوشات ديالها، هي هذه كما كتشاهدوا كتشوفوا معايا. ونزيدكم هي ان كاين عندنا هنا دريجات باش غادي نطلعوا للطبق الفوقاني. انا جاي نشوفوا الطبق الفوقاني شنو فيه، راه ما كايناش اناره هنايا ولكن كنتمنى يكون كيبان. اذا حنا وصلنا للطبق الفوقاني. بالنسبه لهنا لهاد لي غارت هادو كلهم داروهم بهاد لينوكس، وحنا داخلين كنلقاو واحد الكوان اللي هو سيجو، هو هذا ولا كوان صالا مونجي اللي كاين هنا في ليطاج الفوقاني. وكيتفرقوا عندنا ثلاثه ديال الغرف هنايا. من قبل ما غادي ندوزو للغرف كنلقاو بعدا حمام بالفاسك ديالو بالطواليت ولايراسيون كتطلع على برا بهاد الجلجة تاع النوع. عندنا ثلاثة ديال الغرف، غادي نبداو بالغرفة ديال الوالدين اللي هي الغرفة الكبيرة والغرفة التاسعة، فيها بلاكار ديالها والحمام، الحمام ها هو هنا، بلاكار واجد بليزيتاجر ديالو بكلشي. ولا شفتو معايا بالنسبة لي طواليت والدوش، عندنا هنايا الطواليت، بالنسبة كاين لافابو طواليت، ولهيها كاين دوش طويل كبير، وتا الغرفة ديال الوالدين شوفو شحال كبيرة. هنا ممكن تكون هاد البليصة شي كليسة، وداك البلاصة هي تدولي، علاش؟ لأن دايرين هنايا البلاصة ديال التلفازة، دايرينها فهاد القنيت هادو. إذا دوبلاكس لي بمساحة كبيرة. كنهضرو في مساحة تقريبا إجمالية ديالو كيما قلت راه كتفوق 170 أو 174 متر ولا 75. هنا كاينة الغرفة عندنا الثانية، غرف اللي 90، كنتواجدو بالضبط بالحي قرب نقدر نقول لكم شارع الزيتون. لما تعرف شارع الزيتون هو الشارع اللي كان يدي أسيما للسوبر مارشي ديال أسيما بمدينة مكناس. واللي بغى يعرف الموقع بالضبط فما عليه الاتصال، انا كنهضروا على حي، هاد الحي هذا كله راه تيتعرف بالاسم ديال حي مرجان، ولا قرب حي رياض الزيتون، قرب الحي ديال الانسي، وقرب شارع ديال الزيتون. اللي بغى يشوفو فما عليه الاتصال والتواصل معي، وانا راه الاشاره. عندي هنا غرفه واحده اخرى، ها هما فيها القبس ديال هاد الباس، وهاد الغرفه هادي حاجه لافونتاج اللي كاين وفيها لي بلاكا، لي بلاكا واجدين عامرين، الشراجمات ديالهم راه فيهم الريدويات كيهبطو بالضو. بالنسبة للأرضية دايرين فيها الأرضية، فيها هاد الفيل ديال بحر الخام. وتانتوما أعزائي المشاهدين، إلا كان عندكم شي عقار وبغيتو تبيعوه، فأنا راه الإشارة ديالكم وراه الخدمة فيك في الإتصال أو التواصل معايا في الأرقام اللي كتبان لكم أسفل الفيديو. كنقول لكم هذا هو العقار ديالنا ديال اليوم، هذا هو الدوبلكس اللي كان عندنا اليوم، كنتمنى يعجبكم. كما شفتوا معايا الغرف كانوا عندنا هنا في هذا الطابق هذا الفوقاني، وبالنسبه لا ريسبسيون والدخله كلها كانت عندنا في هذا الطابق هذا اللي هو الطابق الاول. اذا كان معكم طارق من افال، كنقول لكم شكرا شكرا جزيلا والى اللقاء.